صباح الخير عليك يا حسام، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. زي النهاردة من 70 سنة تحديدا عام 1952، الشرطة المصرية قدمت ملحمة وطنية ضد المحتل الإنجليزي في معركة الإسماعيلية الشهيرة اللي قدمت فيها الشرطة شهداء للوطن، وعشان أكون أكثر دقة 50 شهيد و80 جريح. ويعني اللي حصل للي ممكن يكون مش متذكر أو مش عارف، اللي حصل إنه ضباطنا الأبطال رفضوا تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة للمحتل الإنجليزي. الحقيقة إنه العطاء لم يقف والعطاء مستمر، أبطال مش ممكن ننساهم أبداً، من أول الضابط مصطفى رفعت ضابط اسم البساتين وأحد أبطال معركة الإسماعيلية، والحد المقدم محمد مبروك، اللواء نبيل فراج، النقيب أحمد شوشة شهيد الواحات، وغيرهم كتير. قائمة الشرف الحقيقة طويلة جداً. ولو هنتكلم عن التاريخ المعاصر والتاريخ الحديث من 2011 مثلاً ولحد دلوقتي، في أكثر من 1300 شهيد قدمتهم الشرطة المصرية عشان نعيش في أمن وأمان. تمن كبير قوي، تمن كبير قوي الدفع عشان البلد دي ترجع مرة تانية أقوى، عشان ما يكونش فيه إرهاب وتخريب، عشان نبني جمهورية جديدة كلنا بنحلم بيها وكلنا لينا مكان فيها. لأنه بدون شك لولا هذه التضحية اللي قدموها ممكنناش وصلنا لمرحلة الأمن والاستقرار والتنمية اللي بنعيشها دلوقتي. مستحيل يا حسام الحقيقة، يعني لو هنتكلم عن تأمين حدودنا، ما ينفعش ده كان يحصل إلا لما كنا نأمن جبهتنا الداخلية طبعا. اللي للأسف شفنا كان فيه برضو كان فيه إرهاب، وكان خلاص الإرهاب للأسف كان وصل لجوه لجوه القاهرة، مش هنتكلم حتى إن هو في مناطق نائية، لا ده كنا بنشوف للأسف عمليات جوه المحافظات وجوه حتى المدن الكبيرة بكل تأكيد.